مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. أنا مش عارف الواد دولا ده قلقان حكاية الطيارة و قلقان الحكاية دي، مش فاهم الموضوع ده. ده بيقول لك هتعمل سنتي. هيا دولا انت دلوقتي بتقولي الطيارة 27 سنتي ونص، متأكد يعني؟ مش ايه سوا حافظ انت بقاساتها؟ بتقيسها بالمسطرة. بتقيس ايه؟ الطيارة؟ هي الطيارة معاك؟ ايه؟ الهدايا كلها معاك؟ هدايا؟ مش فاهم. هو قاعد في المخزن تحت ولا ايه؟ مش فاهم. مش بتقول هدايا في مخزن الصاروخ؟ في مخزن المكتب. يعني الهدايا مش معانا؟ الهدايا معاك انت؟ دولا انت هتشلني يا دولا. انا خلاص. يا نهار ابيض. طب ماشي حبيبي، ما تجيبش، تجيب ايه مقاسات الطياره؟ ايه ماشي، حاضر حاضر. ده 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 في البيت عنده ده، معنى كده معناش صواريخ، معناش هدايا هنا في الصاروخ. في البيت حطيتهم في المخزن. بقول له مخزن ايه؟ هتعمل ايه؟ قال لي مخزن الصاروخ. اظن يقصد بقى ان مخزن الصاروخ اللي في يقصد، وعشان سعادته يقصد يدبسنا احنا. طب ايه اللي هنعمل ايه؟ مش عارف. نكمل لك وبعد كده نقرر. يلا كملي. قولي بقى، طيب لما الرب يسوع طلع للسماء ايه اللي حصل؟ اما الرب يسوع صعد للسماء كانوا التلاميذ قاعدين مجتمعين في ايه؟ في عليه. عارفه العليه دي ايه؟ اوضه كده بتبقى عاليه كده، عارفه زي ايه؟ كان فيها زي ايام ايليا و ايه ده؟ انت فاكره؟ زي الاوضه اللي عملتها الست لايليا، والاوضه اللي عملتها الست برضو الثانيه لايليشع. مش كده؟ اوضه كده كانت تبقى فوق، كان يبقى اوضه كده ايه؟ بعيد عن البيت، مش في وسط الناس وكده. فكانوا التلاميذ كلهم مجتمعين وقاعدين بيصلوا. وبعد ايه الوقت شويه كده جاي ايه بعد الفصح بخمسين يوم يجي عيد اسمه عيد الخمسين او يوم الخمسين. ايه يوم الخمسين ده؟ هو كده فات خمسين يوم بعد الفصح. اها. بس فالعيد ده كانوا كلهم مجتمعين مع بعض، وهم مجتمعين في اليوم ده حصلت حاجه غريبه. حصلت ريح جامده وهم قاعدين، وصارت ايه الاوضه بتتهز كده. ايه ده؟ وحاجه غريبه، وابتدت تيجي نار. نار على دماغ ايه؟ دماغ ايه؟ التلاميذ. كل واحد بقى على دماغه كده زي نار مولعه فوق دماغه كده. نار؟ اه. بيقول لك صارت السنه منقسمه من نار، يعني كل واحد كده فوق دماغه نار. حاجه غريبه. وابتدوا يتكلموا بلغات غريبه. في الاول الناس كانت فاكره ان اللغات دي ايه؟ لخبطه، اي يعني واحد بيقول صامج 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 اي كلام. ايه لغات غريبه يعني؟ بعد شويه الناس اللي كانت قاعده، كان في ناس جايه من كل حته. في ناس جايه من الناصره، وناس جايه من الجليل، ناس جايه من مصر، وناس جايه من حتت من بلاد كتيره. فايه لو بيتكلموا باللغه بتاعتهم؟ يعني انا انت تخيلي بس نبقى قاعدين كده بنتكلم ومعانا شويه اجانب، واحد بيتكلم فرنساوي، واحد بيتكلم الماني، واحد بيتكلم روسي، عارف لغات كتير. وانت ما تعرفش اللغات. وانا ما اعرفش اللغه دي. فالناس قاعدين مستعجلين، هو ايه اللي بيحصل ده؟ وقالوا احنا عارفين الناس دي بسطه، مش راحوا مدارس يعني وتعلموا لغات كتيره، ازاي يعني بيتكلموا كده؟ مش فاهمين يعني الحكايه دي. طب غريبه قوي. وبعد قالوا لا دول سكرانين. فرح بطرس قال لهم لا احنا مش سكرانين، وعمرنا ما اتعلمنا اللغات دي، ده الحاجه اللي وعدنا بيها ربنا. زمان كان في العهد القديم ربنا بيتكلم ايه مع الناس من خلال ايه؟ القضاء والانبياء وايه؟ والملوك. بعد كده ايام الرب يسوع كانوا بيتكلموا مع الرب يسوع، الرب يسوع يكلمه ويتكلم معاه. جه وقت بقى الروح القدس يتكلم مع الناس. بحيث انا ممكن انا في بلد عايش في مصر والروح القدس بيكلمني، ربنا بيتكلمني من خلال الروح القدس. واحد تاني عايش في اخر الدنيا برضه روح القدس بيكلمه، ما هو روح واحد، هو كام روح عندنا؟ روح واحد. روح واحد بس. فالربنا بيكلمنا كلنا في وقت واحد. طب يعني عندنا بقى حاجه حلوه قوي، الروح القدس نزل عليهم؟ نزل عليهم، ابتدوا يتكلموا بقى، وابتدوا يسمعوا ويفهموا ويتعلموا من ربنا حاجات حلوه قوي. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده.
حوت 14.